افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وتفقد المعرض المقام بهذه المناسبة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني، بالإضافة لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة. اهلا بحضرتك فخامه الرئيس في معرض ايجيبس في نسخته الخامسه، واهلا بحضرتك في الجناح الخاص بوزاره البترول والثروه المعدنيه اللي بنستعرض فيه اهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزاره، واللي من ضمنها مركز القياده الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمه الاداريه. من سنتين وفي نفس المكان زمايلي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التاهيل اللي بيتم لشباب القطاع، ساعتها كانوا لسه في بدايه التجربه. دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها. صراحه البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة، وخلانا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة. اللي احنا تعلمناه جات لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركاتنا علينا وثقتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار، وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتزه غاز شرق المتوسط. برحب بحضرتك مرة تانية، أنا محمد حازم شركة MP. تكملة على كلام عبير، منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة. ده أدى لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقر ليه، واللي بالنسبة لينا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وجود المقر في القاهرة إدانا الفرصة كشباب إن احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة إزاي نقدر نستفيد من البنية الأساسية الموجودة في دول المنتدى، وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الأجل، واللي من أهم أجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة، الحد من الانبعاثات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف. دي من أهم الموضوعات اللي إيجيبس هيركز عليها السنة دي للاستفادة من الخبرات العالمية اللي موجودة معنا، وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية السنة دي إن شاء الله من شرم الشيخ. اخر حاجه نحب نشاركها مع حضرتك ان احنا فخورين بالثقه والدعم اللي احنا اخذناهم، ومسيره التدريب مكمله في الدفعه الثانيه من البرنامج، واللي هي استمراريه لتوجيهات حضرتك باستخدام طاقتنا كشباب. نتمنى نكون عند حسن الظن. بنشكر حضرتك على تشريفك لينا، وبنشكر المهندس طارق على اهتمامه بينا وعلى ان هو اتاح لنا الفرصه ونقف قدام فخامه الرئيس ونعرض تجربتنا. شكرا جزيلا. الإقليمي لشركة تمبل جي الشرق الأوسط. احنا السنة دي إن شاء الله بنحتفل ب 85 سنة الاستثمارات في مصر. طبعا لما حصل الشركات بتاعتنا يعني ذراع تنفيذي لشركات اني وبي بي وشركات وكيل البحر الاحمر كان شريف المهندس شريف المدير يعني شريف ايوب مدير عام تمبر جي يا فندم. احنا بس ثاني برضو ابتدينا المسح السايز من البحر الاحمر ثلاثي الابعاد ان شاء الله يخلص في شهر مارس، وبعد كده تحليل بيانات على اخر السنه ويبتدي يجهز المزايده بتاعه الوزاره ان شاء الله. استثمارات كليه 150 مليون دولار ما بين خليج السويس وما بين البحر الاحمر، ان شاء الله على اخر السنه نخلصه ويبقى جاهز للحفر ان شاء الله. شكرا. اتشرفنا بمشاركتك. حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. أنواع حياتك في التكنولوجي جديدة تستعملها مادونا أسوان واعدين عندنا في الشركة منا، هتشرح حياتك يعني سريعا كده. أهلا وسهلا بحضرتك. اشتغلت على تنمية حقول غرب الدلتا، حضرتك طبعا سمعت عنها. احنا هنعرض لسيادتك تكنولوجيا أول مرة يتم تطبيقها في البحر المتوسط، وهيكون من خلال شركة بي بي. هي تكنولوجيا للمسح السيزمي من خلال قاع البحر Ocean Bottom Node، ودي باختلافها عن الطريقة التقليدية للمسح السيزمي اللي بيكون من فوق سطح البحر، بتساعدنا على اننا
نحدد بشكل أدق مواصفات ومكان خزان الغاز، وبالتالي اختيار أحسن أماكن الأبار الجديدة. على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل أتول في إبريل الجاي ده إن شاء الله، وزي ما ذكرت لسيادتك اللي احنا هنستخدم التكنولوجيا عشان نحدد أفضل أماكن الأبار الجديدة، فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل أسرع. التكنولوجيا في أتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفة $50 مليون. حقل أتول حاليا بينتج أكتر من 300 مليون قدم مكعب من الغاز و10,000 برميل من يوميا من المكثفات. وطبعا يعني حسب نتيجة المسح، بس متوقع ان الستادي دي ساعدنا اللي احنا نزود الاحتياطي من 1 لـ2 تريليون قدم مكعب من الغاز. شرفنا جدا جاي حضراتكم النهارده، وان شاء الله خير. فشرفنا جدا يعني زيارة حضرتك، وشغالين في 95 يعني دلوقتي تقريبا 20% مبيعاتنا 95، شغالين في السي ان جي، شغالين تقريبا بنعمل 50 محطة شغالين، واجدني يعني ان شاء الله يبقى 120 سنة كمان، واحنا داعمين تماما يعني. ربنا يخليك فندم، واحنا حاسين بالدعم ده جدا يعني، وبشكر حضرتك جدا. سيادة الرئيس حضرتك شرفتنا، أنا رئيس شركة بيكري يوز في مصر. بيكري يوز شركة عالمية وفي نفس الوقت مصرية، احنا برضو بقالنا أكتر من 100 سنة في مصر. احنا كان لينا الفخر ان احنا نشتغل في مشروع زهر، في حفر أبار زهر وتنمية البنية التحتية. احنا بنشتغل على برضو مع برؤية معالي وزير البترول على برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وفي تطور في البرنامج ده. احنا برضو شركة عندنا حلول للتحول الطاقي والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، واحنا شغالين على مبادرات في المجال ده، وان شاء الله هنشترك السنة دي في مؤتمر المناخ شرم الشيخ كوب 27 بالتعاون مع وزارة البترول. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول. السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعياً لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.